أيها السادة، القرآن الكريم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إلا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت
بسم الله الرحمن الرحيم قد كابت
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى فهل ترى لهم من باقية بسم الله الرحمن الرحيم يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فخلق فسوى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي أيحسب الإنسان أن يترك سدى
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بالقادر؟ أليس ذلك بالقادر على يحسب الإنسان أن يترك سدى فخلق فسوى فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل من لون أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم صراط المستقيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وأظهرت برهانه وقلت يا أعز من قال سبحانه إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى صوت لا يمل سماعه وقرآن تترتب إليه كل استماعه مع قارئ جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم القارئ والمقيم بالسير وهيد مركز منوف محافظة المنوفية وكان معكم وبتوفيق من عند الله إدارة هندسية إذاعات صوتية أنوار كهربائية كاشفة تطلب دائما وتوجد بمحلات مجدي حجازي بشنشور ورقم التليفون 346-30-14 بالاشتراك مع المعرض الفني الحديث للفراشة التي تطلب وتوجد دائما بمخازن الحاج شحات البري بمدينة أشمون. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ولله البقاء. الإذاعات الصوتية والأنوار الكهربائية الكاشفة وجميع أشغال الفراشة يتمنون للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان وللمعزيين جميعا قبول العزاء أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.